عايز بقى ايه اعمل لها سربرايز حلو. فعرفت ان هي بتحب الشوكولاتات وولاد اختها بيحبوا الشوكولاتات فعلا. قلت خلاص يلا بينا. واحد صاحبي عنده محل شوكولاتات كبير، يلا بينا فرح ايه هروح اعزم. فدخلت طبعا تاخدي فرح الشوكولاتات؟ لا اسامة هاخد واحدة كيت كات السندويتش يا والله يا فرح خد. لا 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 فرح بقولك ايه، وزعقت بقى خد اللي انت عايزاه. خدت حاجات ب 26,000 جنيه اقسم بالله. دي كانت فتره بدات يعني افكر هو قال لي خد اللي انت عايزاه، بعدين انا على فكره كنت هدفع نفسي عادي. والله والله ماشي. المهم بقى من هنا بقى بدانا بقى ايه نتكلم. واحد اقسم لا ما هو مش لوحدي، ده انا وهو ماشي. إيه انا خدت 10,000 بس يعني 26 دي انا ولا بشوكولاتات بس. طبعا هو كان زي سوبر ماركت كبير كده، فده انا وهو مع بعض، ده مش انا لوحدي. فجبنا بقى حاجات كتير وايه وانت حسيت ايه وانت مروح اليوم ده؟ يعني كان الحمد لله الحمد لله الحمد لله روحنا بقى ومن هنا بدا بقى ايه ضحكت يعني قلبها مال وخلاص الفرق ما بيننا اتشال. بس انت استعملت كتير في الاول قوي. صراحه قوي استعملت كتير قوي. خلاص بقى يا بابا انت قوي والله العظيم ده طلعت ونزلت بس الحمد لله. لا بس خلاص يعني خلاص بقى ده كان في الاول يعني. طب انت بقى من انت بقى كان ايه اللي بيحصل عندك بقى في الناحيه الثانيه بقى منه يعني؟ لا انت بقى يعني انت لما ابعت لك في الاول انت حسيتي ايه وبعدين لما رحت؟ لما بعت لي في الاول خالص والشوكولاته بقى عارفه لا هو يعني ابتديت بقى احس بحاجه قبل ما يسافر روسيا بيوم، اللي هو اليوم اللي احنا اصلا قعدنا فيه مع بعض. ابتديت احس بنفس الحاجه اللي هو حس بيها كده. والساندوتش اللي انت ده ما حسيتيش؟ لا لا خالص عادي. يوم الفوتوشوت كنت فاين جدا يعني عادي، ده شغل ما انا بنزل شغل كتير فما عنديش مشكله يعني شغل وعادي همشي اروح ما فيش حاجه. لكن اللي حسيت بقى في حاجه غريبه قبل روسيا بيوم.